السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا بكم. انا دكتور محمد الغبوشي، وان شاء الله النهارده هنستكمل سلسله المحاضرات الخاصه بمحاضرات المراجعه وحل امتحانات سنين سابقه. النهارده المحاضره بتاعتنا هنشتغل فيها اسئله او اكسرسايزز على الامبيدد سيستم ديزاين. الشغل اللي هنشتغله النهارده دي اسئله امتحانات قبل كده سابقه على محاضره، جزء من محاضره 3 على جزء من محاضره 4. فتعالوا نبدا مع بعض ونشوف ايه الاسئله اللي جت قبل كده وطريقه التفكير فيها يكون ازاي. السؤال اللي عندنا الاولاني بيقول لك what is the file extension، ايه الامتداد بتاع الملف بتاعك اللي is used to load a microcontroller to execute an instruction. يعني ايه الامتداد بتاع الملف اللي انت بتعمل له burn او ان انت بتحرقه على الروم بتاع المايكرو كنترولر. احنا اتفقنا عندنا البروجرام بتاعك ده انت الاول بتكتبه على اديتور، اللي هو مجرد اديتور زي السي بلس بلس، زي اي حاجه من الحاجات بتاعتنا دي اللي احنا شغالينه هنا في السنه بتاعتنا دي. على مين؟ على الفايل مايكروفيجن 5. اديتور عادي خالص بتكتب فيه الاوامر بتاعتك اللي هو البرنامج بتاعك. كلام جميل. الاديتور ده انت بتسيف البروجرام بايه؟ بامتداد من اتنين. قلنا بنسيف البروجرام بتاعنا، تمام؟ لو انا شغال اسمبلي يبقى دوت اي اس ام، يبقى الملف بتاعك هتسيفه بامتداد دوت اي اس ام لو انت شغال اسمبلي. ده مين؟ ده البرنامج اللي انت كاتبه على الايديتور. طب كلام جميل. او دوت اس ار سي اللي هو ايه؟ سورس. دوت اس ار سي لو شغال ايه؟ لو شغال سي، اللي احنا بنسميه مايكرو سي، اللي هو سي بلس بلس اصلا. طب كلام جميل. طيب بعد كده الملف ده بندخله على ايه؟ بندخله على حاجه اسمها اسمبلر. حد كده كلام جميل. يبقى انت عندك اللي فات ده اللي هو الملف اللي فوق ده سواء دوت اي اس ام او دوت سورس، ده كان مين؟ اديتور. حد كده كلام جميل. فدخل لي هنا على الاسمبلر ده يا اما دوت اي اس ام يا اما دوت اس ار سي اللي هو دوت سورس. هيخرج لي من الاسمبلر ده ملفين، الكلام ده شرحناه في المحاضرة باستفاضة، يا اما دوت ليست اللي هو ليست فايل، يا اما اوبجكت فايل. حد كده زي الفل. الاوبجكت فايل بتاعك ده بتروح جايين واخدينه مدخلينه على ايه؟ على حاجه اسمها لينكر. حاجه اسمها ايه؟ لينكر. اللينكر ده بيطلع لك مين؟ بيطلع لك حاجه اسمها ابس فايل او ابسولوت فايل. الابسولوت فايل ده الترينر بتاع المايكرو كنترولر بيستخدم الابسولوت فايل ده ان هو يمونيتور البروجرام، يراقب البروجرام بتاعه. طيب الابس ده بعد كده بيروح مدخله على ايه؟ على حاجه اسمها او اتش. ايه هو الاو اتش؟ اوبجكت تو هيكس فايل كونفرتر. فبيطلع لك في الاخر الملف النهائي اللي بتعمل له بيرن على المايكرو كنترولر بتاعك اللي هو ايه؟ دوت هيكس. يعني الفايل بتاعك شوف انت مسميه مثلا ماي فايل، مسميه اي حاجه. لو سميناه مثلا ماي فايل او ماي اف، فيبقى انت عندك هنا ماي اف دوت اوبش وماي اف دوت ابس وماي اف دوت ليست وماي اف دوت اي اس ام او ماي اف اللي هو ماي فايل دوت اس ار سي. يبقى احنا اجابه السؤال بتاعنا هنا هو عايز الملف النهائي اللي انت هتعمله بيرن على المايكرو كنترولر الاكستنشن بتاعه او الامتداد بتاعه ايه؟ الامتداد بتاعه هيبقى هيكس دوت هيكس. تمام، يبقى ده الهيكس فايل بتاعك اللي انت بتعمله بيرن على الروم بتاع المايكرو كنترولر. طيب تعال نشوف سؤال تاني. السؤال التاني بيقول لك ايه؟ وات ار ذا تو انستراكشن سيت اركتكشر. حاجه اسمها ايه؟ انستراكشن سيت اركتكشر اللي هو اي اس اي كلاسيفيكيشن، تصنيف الانستراكشن سيت اللي هي الاوامر بتاعته. احنا حرفيا في اي مايكرو كنترولر، تمام، في عندنا حاجه اسمها فاميليز، عائلات. تمام، في التصنيف بتاع المايكرو كنترولر بيعمل لك حاجه اسمها ايه؟ ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر او كومبلكس انستراكشن سيت كمبيوتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر ده بتلاقيه هو عامل لك كام امر مثلا، بيستخدموا 10 15 12 امر بتعمل بيهم كل حاجه.
ده اللي هو اسمه ايه؟ Reduced Instruction Set Computer، اللي هو ده، اللي هو الريسك. السيسك بقى اللي هو Complex Instruction Set Computer، كل حاجة أي تفصيلة صغيرة عايز تعملها ليها أمر بيعملها لوحده. فهتلاقي من نفس الفاميلي في Reduced Instruction Set مايكرو كنترولر ماشي، وكومبلكس انستراكشن سيت مايكرو كنترولر. فيبقى انت عندك الخيار الصح بتاعك ده اللي هو الكومبلكس اللي هو سي اي اس سي وار اي اس سي، ده ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر، وده كومبلكس انستراكشن سيت كمبيوتر. ده اتفقنا كومبلكس ده اي تفصيله صغيره عايز تعملها ليها امر، لكن الريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر ده بتلاقيه عامل لك 10 12 15 امر وبتستخدمهم في كل حاجه. جميل، يبقى الاختيار الصح بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو تشويس رقم بي. طيب سؤال ثلاثة بقى بيقول لك ايه؟ What is the internal RAM memory of AT51 مايكرو بروسيسور؟ يعني انت عندك دلوقتي الانترنال رام ميموري بتاع 8051، هو هنا المفروض تبقى دي مايكرو كنترول. طب لحد كده كلام جميل. طيب احنا اتفقنا ان هي مين؟ 128، الرام 128 والروم مين؟ 4 كيلو بايت. جميل. طيب السؤال الرابع بقى بيقول لك ايه هو الريجستر ذات از يوزد تو هولد، احط فيه ذا ميموري ادرس اوف ذا نيكست انستراكشن، العنوان بتاع النيكست انستراكشن اللي هيبقى ايه؟ اللي هيبقى اكسكيوتد. فانا مغمض هو مين؟ هو البروجرام كاونتر. شوز ايه؟ رقم بي. السؤال الخامس بقى بيقول لك ايه؟ which instructions affected او affect the program counter، ايه هي الاوامر اللي جايه من الاختيارات بتاعتك دي اللي بتاثر في مين؟ في البروجرام كاونتر. لسه قايلين البروجرام كاونتر ده بحط فيه مين؟ بحط فيه الادرس بتاع الانستراكشن اللي انا هروح انفذه في السايكل اللي جاي. الكول، الكول بيأثر في مين؟ في البروجرام كاونتر. بيأثر ازاي؟ عشان دلوقتي هروح اكول سبروتين، يعني هروح اتنقل لعنوان جديد، يبقى ساعتها هغير العنوان الموجود في البروجرام كاونتر. طيب الريتيرن، لا الريتيرن ما يغيرليش، تمام، لان انا هنا الريتيرن ده عشان انا ارجع، كل اللي بيحصل ايه؟ ان انا برجع مين؟ ببوب العنوان القديم. طيب الكول، مع الكول والريتيرن هما حاجه واحده اصلا. طيب كلام جميل. الجامب، الجامب بيغير لي في مين؟ بيغير لي في البروجرام كاونتر. لما حسبناها لو تفتكر ان انا قلت لك بروح عشان اعرف العنوان اللي انا هجامب ليه، فبعمل ايه؟ بجيب العنوان اللي موجود بتاع الانستراكشن اللي بعدي على طول، اللي بعد الجامب، واروح اجمعه على الايه؟ الادرس اللي موجود بعد الاوب كود، اجمعهم الاثنين على بعض يديني العنوان بتاع الديستنيشن اللي انا رايح. يبقى انت عندك الكول والجامب بيغيروا لي في مين؟ في البروجرام كاونتر. البوش لا ما بيغيرش، البوب ما بيغيرش، الريتيرن برضو ما بيغيرش. تمام لحد كده كلام جميل. بقى شوف الصح بتاعك اللي هو مين؟ اللي هو الكول والجامب. السؤال السادس بيقول لك which register، انهي register is used to store the output generated by ALU. بكل بساطة ايه الريجستر اليتيم اللي عندي اللي انا بستخدمه في معادلات حسابية والمنطقية، اللي هو الاوت بتاع ال ALU هو الاكيوميليتور، ما عنديش غير. طب يعني جميل. طيب السؤال السابع بيقول لك which of the following operations، انهي عملية من اللي جاية دول are performed by the stack pointer، بتتعمل بالستاك بوينتر during its incremental phase، يعني لما تيجي تزود الستاك بوينتر انهي واحدة من دول او انهي امر من دول بيبقى بيتنفذ؟ هل البوب؟ لا البوب انا بنقص من الستاك بوينتر واحد. البوش، البوش انا لما بعمل بوش بزود الستاك بوينتر بايه؟ بواحد. لا يبقى انت الاختيار الصح بتاعك اللي هو مين؟ اختيار رقم بي اللي هو بوش. طيب which of the following is the default value، انهي من دول تبقى الديفولت فاليو بتاعت الستاك، يعني الستاك بوينتر، وانس افتر ذا سيستم اندر جوز ذا ريست كونديشن، يعني بعد ما انت عندك السيستم بتاعك هيرجع من الريست كونديشن، يبقى انت ساعتها القيمه الديفولت بتاع الستاك بوينتر كام؟ هي 0.7، واحنا قلنا الكلام ده في المحاضره وشرحتها. طيب السؤال التاسع بيقول لك a microcontroller at least should consist of، يبقى المايكرو كنترولر، اي مايكرو كنترولر على الاقل لازم تحتوي على ايه؟ رام صح، روم صح، اي او بورتس اند تايمرز صح، بس ناقصك حاجه مهمه، ايه هي؟ السي بي يو فين؟ يبقى ده كده ايه؟ ناقص. طب السي بي يو، الرام صح، اي او بورتس اند تايمرز تمام، طب فين الروم؟ يبقى ده برضه ايه؟ ناقص.
السي بي يو ران روم اي او بورس اند تايمر، يبقى هو ده التشويس الصح بتاعي او الاختيار الصح. طيب سؤال عاشر بيقول لك unlike microprocessor، عكس المايكرو بروسيسور، المايكرو كنترولرز ميك يوز اوف باتريز. المايكرو كنترولرز بيستخدم باتريز، البروسيسور ما بيستخدمش باتريز. بيكوز ايه؟ بيكوز they have high power dissipation. هل المايكرو كنترولر بتفقد باور كتير؟ لا. طيب low power consumption، دي صح. low voltage consumption، ما تتقاسش كده لان الفولتج بيبقى ثابت. لو كارنت كونسامشن برضو ما تقاسش كده على حسب اللود اللي عندك، يبقى انت هي مين؟ هي لو باور كونسامشن. لحد كده كلام جميل. وات از ذا اوردر decided by a processor or CPU of a controller to execute an instruction؟ ايه الترتيب بتاع تنفيذ اي امر اللي البروسيسور بيديه للكنترولر؟ هل دي كود ثم فيتش ثم اكسكيوت؟ لا. هل اكسكيوت فيتش؟ لا. فيتش اكسكيوت دي كود؟ لا. هي فيتش ان انا اروح اجيب الامر الاول من الميموري وبعد كده اعمل له دي كود افسره وبعد كده اعمل له اكسكيوت، ده يبقى هو الاختيار الصح. السؤال رقم 12 بيقول لك if we say microcontroller is 8 bit then here 8 bit denotes the size. ال 8 بت دي كده يقصد بيها السايز بتاع مين؟ هل ال ALU ولا كنترول بس ولا ادرس بس؟ بص يا محترم، 8 بت دي معناها الوورد بتاعتك اللي البروسيسور بيشتغل بيها. حد كده زي الفل. طب الوورد دي يبقى ايه؟ يبقى ممكن تبقى تجي لك في السؤال، ممكن تبقى السايز بتاع الوورد، ممكن يبقى السايز بتاع ال ALU. ليه؟ عشان البروسيسور بتاعك ده شغال بريجسترز ليها علاقه بالداتا. كلام جميل. يبقى السايز بتاع الايه الريجسترز اللي جوه الاي ال يو، لان هي نفس السايز بتاعها، يبقى هو نفس السايز بتاع الوورد. او يجي يقول لك نفس السايز بتاع الداتا باص. ليه؟ مش الداتا باص دي انا بنقل عليها الوورد، يبقى نفس السايز بتاع الداتا باص هو نفس السايز بتاع الوورد، هو نفس السايز بتاع مين؟ بتاع الاي ال يو. يبقى انت عندك الاختيار الصح اللي عندك هو مين؟ هو الاي ال يو. طيب السؤال 13 بيقول لك هاو ار ذا بيرفورمانس، ازاي البيرفورمانس بتاعك او الاداء ان الكمبيوتر كابابيلتي قدره الكمبيوتر افكتد، بتتاثر باي انكريزنج اتس انترنال باس ويدث. الباس ويدث بتاعك ده كل ما يتغير هياثر ازاي في البيرفورمانس وفي قدره الكمبيوتر نفسها. احنا اتفقنا لما جينا شرحنا في المحاضره قلنا الباس ويدث ده عامل زي مين؟ زي الطريق، الشارع. كل ما انا ازود الباص ويدث يبقى انا بزود قدره الشارع ده ان هو ياخد عربيات اكتر، وبالتالي لما انا ازود الباص ويدث ماشي ده كده في العموم. طب انا هزود بقى الباص ويدث ده بتاع داتا ولا بتاع ادرس؟ هو هنا بيتكلم على مين؟ increasing internal bus width، بيتكلم في العموم ان انا لما ازود الانترنال باص ويدث، لما ازود انترنال باس ويتس لو انا بتكلم على داتا فانا بالتالي اقدر اخد داتا اكبر وبالتالي يبقى البرفورمانس بتاعتي يزيد. فلو انا بزود الباس بتاع مين؟ بتاع الادرس، يبقى انا بزود ايه؟ بزود اماكن تانية اقدر اعمل لها اكسسين وبالتالي برضو البرفورمانس بتاعتي هيتحسن. فبالتالي لما انا ازود الانترنال باس ويتس في العموم انا بعمل ايه؟ بعمل انكريز، بزود البرفورمانس نفسه وبالتالي هيبقى ايه؟ هيبقى افضل. يبقى ده كده تشويس رقم ايه هو الاختيار مين الصح. طيب سؤال رقم 14 بيقول لك الاختصار سيسك اند ليسك هو ايه؟ طبعا لسه قايلها من شويه، سيسك اللي هو كومبلكس انستراكشن سيت كمبيوتر، وريسك ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر. فتعال نشوف كده واحده واحده. كومبليت ده كده كفر؟ لا. كومبلكس ماشي، انستراكشن سيت كمبيوتر يبقى ده السيسك. Reduced instruction set computer ده تمام. Complex instruction set computer لا. Complex instruction set computer لا. يبقى هو ده اختيار رقم مين؟ رقم دي. طيب خش على السؤال رقم 15 بيقول لك give the names of the buses، اديني اسماء الباصز اللي موجوده present in a controller unit for transferring data from one place to another.
الباصز اللي عندك اسمها ايه، وانت مغمض عندك داتا باص، ادرس باص، كنترول باص. خش بقى على اختيارات كده، داتا باص وادرس باص ماشي، بس ناقص لي واحد، داتا باص ناقص لي اتنين، داتا باص ادرس باص كنترول باص، يبقى هو ده الاختيار. سؤال 16 بقى بيقول لك what is the most appropriate criterion for choosing the right microcontroller of our choice. ايه هي الحاجات اللي بتتحكم في اختيارك للمايكرو كنترولر؟ تعال نشوف اختيارات اللي هو مديها لك. قال لك السبيد، اه السبيد واحده منهم. الافيلابيلتي ان هو متاح، اه واحده منهم. ايزي ويز برودكت، دي برضو واحده منهم، ان البرودكت نفسه يكون بينتج ويكون انت سهل تستخدمه. كل الثلاثه دول ايه من ضمن الكريتيريا، فانت ممكن ترجع للمحاضره، احنا كنا قايلين حاجات كتير منها، الباكينج او الباكجينج، الكوست، حاجات كتير من اللي احنا قلناها، كل دي بتأثر في مين؟ في ان انا اختار المايكرو كنترولر المناسب للتاسك بتاعتي او السيستم بتاعي اللي انا هبنيه. يبقى من هنا الاختيار الصح بتاعك اللي هو ايه؟ all of the mentioned، يبقى كلهم، يبقى ده الاختيار الصح اللي هو رقم B. تعال نخش على السؤال ال 17، بيقول لك why microcontrollers are not called general purpose computers؟ ليه المايكرو كنترولر ما بقولش عليها ان هي جنرال بيربز كمبيوترز؟ بكل بساطه قبل ما اقرا الاختيارات، المايكرو كنترولر معموله لايه؟ معموله لهدف واحد، هدف معين. فانا لما اعمل مايكرو كنترولر بعملها تبقى مجمعه فيها السي بي يو والرام والروم والاي او والتايمرز والكلام ده كله، ليه؟ عشان ابني نموذج او سيستم صغير جدا. السيستم الصغير ده معمول لتحقيق او تنفيذ مهمه واحده. طيب تعال نشوف بقى الاختيارات. بيقول لك because they have built in RAM and ROM، لا because they designed to perform dedicated task، اه هي دي، ان انا عامل السيستم بتاعي ده عشان ينفذ مهمة محددة، وبالتالي هو مش معمول لكل المهام، لا معمول لمهمة محددة. because they are cheap مش ده السبب، because they consume low power مش ده السبب، هو السبب ان هي معموله لمهمه واحده بس. الاختيار الصح بتاعنا اللي هو تشويس رقم بي. بيقول لك how many types كم نوع of architectures are available for designing a device that is able to work on its own. السؤال ده مهم وحلو، بيقول لك انت عندك كام architecture الناس شغاله عليه لغايه دلوقتي من الاخر، وانت عايز تعمل ديزاين لاي ديفايس في عندك كام اركتكتشر. احنا في المحاضره اشتغلنا واحد بس اللي هو الفون نيومان، بس هو في الحقيقه هم اتنين، هارفارد وفون نيومان. يبقى الاختيار بتاعك الصح هم هارفارد وفون نيومان. طب ايه الفرق ما بينهم؟ والله هو الفون نيومان الديزاين اللي احنا اشتغلناه، قلنا عندك سي بي يو و مين ميموري، وطبعا الاي او موجود في الاثنين مين ميموري. فانت عندك الفون نيومان بيشتغل على ميموري واحده بس، هي ميموري اللي هي المين ميموري بتاعتك دي، للبرنامج البروجرام بتاعك، وكمان لمين؟ للداتا. فهي الرام بتاعتك دي هو شغال عليها كل حاجه اللي هي المين ميموري، تمام. ولكن بالنسبه ل ده كان مين؟ ده كان فون نيومان. لكن هارفارد قال لك لا، انا هعمل اتنين ميموري، واحدة للبروجرام تخزن البرنامج اللي هم سموها الروم اللي هي النان فولاتايل او البيرملانت، والتانية اللي هي الرام دي اللي تخص مين؟ الداتا. وبالتالي عمل ايه؟ بقى عندك ادرس داتا باس للبروجرام، وداتا البروجرام ميموري، وداتا باس لمين؟ للرام اللي هي بيستخدمها ان هو يحط فيها داتا فولاتايل. فبقى عندك واحده بيرمننت وواحده فولاتايل، واحده دائمه وواحده مع سويتش اوف للباور، كل الداتا اللي فيها بتروح، فبيسموها متطايره. لحد كده كلام جميل. وبقى عندك كمان ادرس باص للبيرمننت اللي هي الروم، وادرس باص لمين؟ للرام. وبقى عندك كنترول باص لدي وكنترول باص لدي. فمن هنا اصبح الفون نيومان انا عندي ميموري واحده، فالفون نيومان ابسط، وعندي داتا باس واحد فهو برضو ابسط، وعندي ادرس باس واحد فهو برضو ابسط، وعندي كنترول باس واحد فهو ابسط.
عكس مين؟ الهارفرد. بس المشكله بقى ان ايه؟ ان فون نيومان عشان عنده مين ميموري واحده، فانا يا اما اشتغل انستراكشن يا اما اشتغل داتا، وبالتالي بقى ايه؟ بقى ابطا. لكن هارفرد اقدر اشتغل الاثنين في نفس الوقت، ان انا ايه؟ انفذ امر وان انا اشتغل على داتا، وبالتالي بقى ايه؟ بقى هارفرد اسرع. تعالى كده نتكلم على الاثنين. ادي كده الهارفرد اركتكتشر، ادي عندك السي بي يو، وادي عندك الرام اللي هو الداتا ميموري، وادي عندك البروجرام ميموري اللي هي الروم. وبالتالي ال 851 هو بينطبق على مين؟ هارفرد اركتكتشر. عندك هنا داتا باص للمتصل ما بين البروسيسور وما بين البروجرام ميموري، وادرس باص وكنترول باص، ونفس القصه الناحيه الثانيه مع مين؟ مع الرام. وبيقول لك ايه؟ بيقول لك الادفانتج بقى بتاعت الهارفرد اركتكتشر ده ان هو فاستر، وكمان الكومبلكسيتي بتاعته للاسف هيبقى معقد شويه عن التاني، تمام؟ لانها بيديك ايه؟ جريتر مور اماونت اوف ايه؟ ان انت تعمل عمليات بالتوازي زي الفل. الديس ادفانتج بتاعته او العيوب بتاعته ان هو بيحتاج مور هاردوير، بيحتاج هاردوير اكتر، because two sets of buses and a and memory box. الكلام ده كلام جميل، وقلنا ان المايكرو كنترولر 851 بالفاميلي بتاعتها كلها مبنيه على مين؟ على الهارفارد اركتكشر. كلام زي الفل. الفون نيومان بقى بيبقى عندك ميموري واحده، الميموري واحده دي شغاله داتا وبروجرام. حد كده زي الفل. وبالتالي الاركتكشر ده سنجل ميموري ستورج بيهولد بوث البروجرام انستراكشن اند مين اند الداتا. وبالتالي ده هيبقى ابسط بس في نفس الوقت slower ابطا. طيب الفون نيومان ده بينطبق على مين؟ على الموتوريلا مايكرو كنترول. زي الفل. تعال نخش على سؤال 19 بخصوص الحته دي. بيقول لك which architecture provides separate buses، عنده الباصز منفصلة for program and data memory، وانا مغمض هو مين؟ هو الهارفرد. يبقى تشويس بتاعي ده تشويس رقم مين؟ رقم ايه. طيب 20 بقى بيقول لك which of the two architectures save memory، مين فيهم الاوفر بالنسبة لي في الميموري؟ فون نيومان طبعا. ليه؟ لان هو ميموري واحدة بس للاتنين. كده يا شباب يبقى احنا خلصنا محاضره المراجعه بتاعتنا النهارده. كانت محاضره بسيطه وسهله وسريعه، كنا بنتكلم فيها بس على شويه حاجات ديفينيشنز، حاجات شبه نظريه شويه، بس حاجات بتيجي كتير في الامتحان وبتتكرر كتير. فالحاجات دي كده دي شويه سامبلز على المحاضره. المحاضره يطلع منها شغل اكتر من كده بكتير، فانت فهمت كده انا بفكر ازاي، دماغي ماشيه ازاي. استاذنك ارجع بقى للمحاضرة وفيديو المحاضرة واقراها كويس جدا ولخصها بأسلوبك، هتطلع منها أسئلة كتير. لحد كده زي الفل، نشوفكم إن شاء الله على خير في محاضرة جديدة، والسلام عليكم.